كابتن بشير عايزين اجابات سريعه بقى لغايه ما نخلص الحلقه. اتفضل يا ريس. مستر جوميز قال كده للاداره، انا بالنسبه لي ان شاء الله ما تجيبوليش ولا لعيب محلي، ما عنديش مشكله. هو زي ما بتقول، بيقول احمد زي الحاج احمد كله شبه بعض. هو قال كده انا عايز افارقه على مستوى عالي. 90% من لعيبه الدوري المصري الموجودين باستثناء اللعيبه اللي في النادي الاهلي كله شبه بعضه، باستثناء اللعيبه اللي في النادي الاهلي واثنين ثلاث لعيبه في الزمالك، بس كله شبه بعضه. بيراميدز لا، مش لعيبه، مش دول مش لعيبه بطوله، مش لعيبه بطوله دول. دول لو في لعبه جامده في بيراميدز يعني ابراهيم عادل، رمضان صبحي، لحظه استنى بس استنى، يعني ابراهيم عادل احنا لسه شايفين ابراهيم عادل لسه في رمضان صبحي. طب لحظه بس هقول، ما رمضان صبحي في بيراميدز زي عدم، يعني رمضان لما يروح الزمالك يروح النادي الاهلي يقدر يفرق مع الفرقه او شغله يبان. ابراهيم عادل مش زي لعيبه الدوري يعني، لا مش زي لعيب دوري، بس هو في الاخر زي يعني جوميز لو ما يقول كده، لو جبت له رمضان صبحي يفرق معاه طبعا. هو ما لسه بقول اهو، يفرق في الاهلي او في الزمالك، انما طول ما هو في بيراميدز او معلش مع احترامي في اسماعيلي او في مصري لا عادي، لانه مش يعني لعيبه مش هيساعد كفريق كامل يعني. ايه كفريق كامل مش هيساعد بالظبط. عايز فرقه تجيب بطوله، فرقه بتلعب على بطوله. يعني لعيب في نادي الزمالك بيفضل مثلا لما يمشي نادي الزمالك يروح اي نادي تاني بمبالغ كبيره وهو حاطط رجله على رجله، حتى لو بيلعبش ليه؟ عشان جاي من نادي الزمالك او جاي من النادي الاهلي. ليه مش ايه؟ انت شايف انه معاه حق انه الزمالك يجيب افارقه على مستوى عالي جدا. تمام. اذا اعتبرنا ان المسلوسي مكمل والجزيري مكمل، فانت محتاج ثلاثه على مستوى عالي جدا. اكيد طبعا. ترشحهم فين في المراكز الثلاثه دول؟ ثلاثه بس؟ ثلاثه مختلفين. ما هو في اثنين موجودين كده كده، ثلاثه مختلفين. المسلوسي والجزيري مكملين المفروض. عايز فيرود صريح طبعا. غير الجزيري؟ طبعا. هو الجزيري يعني في حاجه مش طبيعيه بينه وبين الاداره، يعني شويه فوق وشويه تحت الارض، يعني في حاجه مش مفهومه. طبعا الجزيري يكمل، الجزيري يتحل مشاكله كامل، هو لعيب مش قليل ومش هيلاقي حد احسن من الجزيري بمساحه الا زمان نادي الزمالك يعني دفع فلوس كتير جاب خزنه قارون زي ما بيقولوا. ده اول حاجه. فانت حافظ على الجزيري وسهل له مهمته وريحه، واجيب جول واجيب الاجوان في احتراف ولا مش احتراف يا سعيد؟ نادي الزمالك ده محتاج جول باي طريقه، بجون جامد يعني. المهم ان احنا موقفين احتراف حراس المرمى، تعرف احنا عباقره بنحافظ على حراس المرمى. استنى بقى لنا قد ايه؟ 20 سنه؟ بقى وعندنا ازمه حراس مرمى، بقول لك مفيش غير الشناوي. بس احنا عندنا يعني الفتره اللي فاتت ظهر عناصر كتيره جدا. يا عم احنا بقى لنا 15 سنه الحضري وسبع سنين الشناوي ولا 20 سنه الحضري، احنا من 2006 يعني. مصطفى شبيرة اما خد الفرصه كان كويس يا باشا، بس يعني علاء اما خد الفرصه بس ما كروش بحد بقى يعني لسه ماشي بس يعني. بس هتلاقي الاسماعيلي محتاج حارس مرمى تقيل، الزمالك محتاج حارس مرمى تقيل، المصري هتلاقي، والزمالك يعني هتلاقي. انت احنا قافلين بقالنا 20 سنه. طب ليه؟ فكانك مش قافل. ليه؟ لان احنا نحب الفقاقه، احنا نقول ايه؟ المحترفين خمسه بس، هو كده. والخمسه في الملعب. مع انه مثلا تلاقي في دول العربيه يقول لك 10 بس خمسه في الملعب. المالي عايز، انت حر، جيب 10 واعمل نظام المالي النظيف. واللي عايز يجيب 10 يلبس، يعني اللي عايز كده كده خمسة صح كده مثلا. افتح يعني ده بيخلق منافسه كده يا سياده على فكره، مش بيخلص على اللعيبه، لا بيخلق منافسه، بيخلي الراجل تحت ده بيجاهد ويشتغل عشان يوصل للناس دي. ولو انت دفعت فلوس كتير البس في الاخر يعني، صح ولا غلط؟ واعمل لعب الهوي بقى، وحط ملعب من لعب المالي النظيف، وتعالى كلنا نتحاسب زي اوروبا. واوروبا في حاجه اسمها ثلاثه اجانب وخمسه اجانب ومفيش حراس مرمى. طب النتيجه ايه؟ عندك 40 حارس مرمى دلوقتي يعني؟ ده مش كده كمان، حسام حسن مستوى ايه كمان؟ جاب الشناوي المستشفى على الماتش اهو في شهر مارس. ما هو ده خلص على مصطفى شوبير كده. مصطفى شوبير كان طالع يعني ماشي وات ايفر. بس المدير الفني للمنتخب عمل ايه؟ جاب الشناوي من قبل ما يلعب. صح ولا غلط؟ بعد 7 شهور 8 شهور كلنا هتقول مين هو مصطفى؟ هو الشناوي. بعديها هتقول بس مصطفى شوبير عنده شويه خبرات. هقول لك بقى انت بالثالث مين؟ ابو جبل يعني، حبه فوق حبه تحت. ما هو انا عشان اجيب حد لازم يبقى فرق كبير بينه وبين اللي عندي. وبعدين ما كان عندي هذا القرار نتج عنه 10 جامدين بتختار بينهم؟ لا، يبقى ملوش لازمه ولا اي حاجه خالص. صح ولا غلط يا كابتن سعيد؟ صح. بس انا نحب ايه؟ ما زي القرار اللي هو الفقاقة. انت خمسه محترفين وعندك الفلسطيني مش محسوب، مصري السوري مش محسوب، فانت عايز بيلف برضه بيلف كده. رجعوا حسبوه دلوقتي بقى محترف، ومن سنتين لغوا السوري زي المصري وبعدين شالوها تاني. دلوقتي الفلسطيني لو جبت 3 4 لو في النادي يبقى في 3 4 هيلغوها. هم برضو المستوى بتاع الدوري الفلسطيني بيتضايقوا. سوريا سيدنا يعني
ما يخدمناش ما يساعدناش. في لعيبه بره كتير يعني اللي بره اصول سوريه اللي بره مش هيجي هنا سيدي يجينا ليه؟ لا من الا اذا بقى بره مش عايزينه زي وسام من اصل فلسطيني كده جه يلعب عندك تمام يعني. هتلاقي في لعيبه اصول سوريه جاي النادي الاهلي برضه يعني يعني مش جاي مثلا مصري معلش واحترام يعني مش بتفرق بطوله ولا الاسماعيلي معلش واحترام ماله وانت مع احترام انت بتغلط في الناس لا مش بغلط يعني هو لو جاي مثلا يعني هيسيب بره مثلا يروح الاهلي ولا يروح مش بغلط في الفرق انت عايز تغلط فرق ما انت اللي بتقول ماله المصري والمصري نادي قليل مش لا مش نادي بطوله عشان الراجل معتز زدام اللي ظهر وتألق والناس كلها عايزاه منين مين يا شبالة زدام ده زدام مين اللعيب بتاع المصري بتاع المصري كان متألق جدا وبيراميدز عايزه بره عايزينه من لاعب الترجي انا برضه سمعنا راح عارف ست شهور ولا ما اعرفش سمعنا على المنتخب الاولمبي برضه اللي كان في الاولمبيات اللي هو اللي راح برشلونه واللي راح باريس سان جيرمان واللي راح مش عارف فين انا بتكلم على تألقه ما انا بقول لك هو طيب ظهر مع المصري وراح فين بقى جاي له 100 عرض دلوقتي بس لسه الموسم عندنا خلصان النهارده جاب تعرض فيه بيراميدز عايزه هنا وفي انديه بره عايزاه في الخليج يعني اقصد النادي المصري مرايه قويه جدا مش ما حدش قال حاجه فيهم ما تقول بس من غير ما تقول اسماء يعني وانا بغلط فيهم مش بغلط فيهم انا بقول الراجل إيه؟ بره مش هيسيب بره عشان يجي مصر ولا الاسماعيلي ايه المشكله في كده مش فاهم لو هيظبط هيجي ايه لو النادي المصري هيديله هيجي الله ولا ايه يعني ما عايز فلوس وهيظبط فلوس هيجي الناس دي لها سقف معين ما بتعدوش ماشي والله الله طب ده كلام حقيقي ما هو ما هو انا ما بنواجهش عشان كده سيد عشان عشان بقول لك ما تقولش المصري كده لا مش يعني انا يا جدعان بلعب في اوروبا ايه اللي يجيبني المصري ولا الاسماعيلي ولا الزمالك ولا ايه حتى بس انت بتحب المصري قوي بجد والله انا بعشقه والله العظيم اصحابي هناك كتير قوي طيب ماشي